ودي بالمناسبة طرحت كثيرا. سائل كريم يقول: أحب أن أتعرف عن المنقول إلينا لكنه غير صحيح، لأنه يكثر وأسمع كلام كتير جدا 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 وعقلي أحيانا بيصطدم معه. ممتاز. شوف يا دكتور محمد، أنا عايز أقول للناس من سنين وأنا بقول على الرحمة وغير الرحمة، يا جماعة لم يصح حديث في ليلة نصف من شعبان. للأسف هو الشيخ الألباني عليه رحمة الله، الإمام العلامة الرباني، صحح بعض الأحاديث زي ما تعرف إلا لمشرك أو مشاحن وغيره. طبعا الإمام الألباني وغيره من الأكابر من الربانيين، علموا الناس إن يا جماعة الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، عدا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، وإن ما في أحد إلا ويكون عنده سهو أو ما شابه ذلك، والكمال ليس لبشر من ما أو لا، خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره معصوما. والأئمة هم اللي علمونا إن إحنا لا نتعصب مع احترامي لكذا إذا ظهر الحق، لكن حتى الحديث اللي صححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله لا يصح لا متنا ولا سنن. أنا أجيب لك أشهر حديثين في ذلك. الحديث الأولاني وهيتفق معايا فيه، اللي هو بتاع إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إلى آخر ما، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس وكذا وكذا وكذا، ويقول لك إن ربنا بيسأل فيها ثلاث، يقول إيه يا دكتور محمد؟ ألا من مستغفر لي فاغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه. قلت ما حصلش. شوف عشان ابسطها للي شادونا، ما حصلش حديث لا يصح بحال من الاحوال، ما بقولش ضعيف، الحديث مع احترامي لا يصح، مرتبته زي ما الائمه قالوا ضعيف جدا. الحديث هذا يا دكتور محمد ضعيف جدا، خلي بالك هو رواه ابن ماجه 1421 عن علي رضي الله عنه وارضاه، في سنده مين برضو عشان ما حدش، وبسرعه جدا جدا عشان ما تقلش على اهالينا وكده، في سنده اللي هو ابن ابي سبره بالفتح على السين والسكون على الباء والفتح على الراء، ابن ابي سبره ده كان وضاع كذاب، رموه بالوضع يا دكتور محمد، كذاب وضاع، خدت بال حضرتك ازاي؟ وبعضهم قال هو ايه ضعيف. اللي عايز يرجع لتفصيل شويتين يا دكتور محمد ممكن يرجع ليه ضعيف سنة ابن ماجه 294، ممكن يرجع ليه المشكاه 1308، وللسلسله الضعيفه 2138، وللسلسله بتاعتي اللي هي اشهر الاحاديث الضعيفه الموضوع على سنة العلماء والدعاء الجزء الاولاني الصفحه 191. نيجي بقى للي عليه مشكله. أنا أفتكر لما نبيت عليها على الرحمة إن إلا المشرك أو مشاحن، ما أنا كنت بقوله زي المشايخ قبل كده وللأسف وأبقى فرحان، لقيت كلامي مش صحيح على الإطلاق. عايز الناس يعني مش عشان نزوغ بالله قال لك بقى يبقى لا برضو أنا العريس ونعمل قيام ليل، ده أنا شفت دعاء دعاء وبعضهم بيطلع على الفضاء يقوموا عاملين قيام ليل في الليلة دي ويقول لك إحنا كنا عاملين بالحديث ده إلا المشرك أو مشاحن. يا عم لا لا، أنتوا أفاضل وأكارم بس ما ينفعش الكلام ده. تعالى يا دكتور محمد، الرواية بتقول إيه؟ إن الله لا يطلع، مش لا يطلع، لا لا يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. تعال معي الحديث طبعا عند ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة صاحب رقم 1144. قلت بإذن الله جل وعلا الحديث لا يصح مطلقا لا متنا ولا سندا. لماذا؟ أبين لماذا، بس ممكن واحد يقول لي طب ما في حديث تاني عندك في صحيح الجامع رقم 1898 وفي صحيح الترغيب 1771 إن الله لا يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان الدكتور محمد إلى آخره مع التغيير في بعض. قلت لا يصح مطلقا، لكن تعالى نقف على الرواية الأم اللي احنا بنتكلم فيها. الحديث ده يا دكتور محمد إلا لمشرك أو مشاحن، ما هي دي، هي دي برضو الموجودة حتى في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب، لكن مع اختلاف يسير في الكلام، لكن هو المتن ايه معناه واحد. قلت الحديث ضعيف، يقول لك الحديث ده ما تقولش ضعيف لسبب لأنه له كثرة طرق. قلت وكثرة الطرق لا تخلو من الضعف كلها، شوف ليس فيها استثناء، كلها لا تخلو من ضعف. يبقى كثرة الطرق كلها، ركز معايا يا دكتور محمد، خليك انت المشاهد اللي معايا اللي بناقش معاك والله يا دكتور محمد. قلت لا تخلو ايه، يبقى الاول قلنا الحديث ايه ضعيف، جبت لي علة ان له كثرة طرق، قلت لك كلها يا دكتور محمد لا تخلو من ضعف، مش كده بس، ولا يشد بعضها بعضا. ما انا عندي الحديث الحسن لغيري بقول ايه، هو الحديث الضعيف بمجموع طرقه يقوي بعضها بعضا فينجبر، لا هنا يا دكتور محمد بقول لك ليه لا يشد بعضها بعضا، مش كده بس، وليس له اسناد قائم، وليس له ايه اسناد قائم، مش كده بس، وليس له اصل. خلي بالك من الحته اللي جايه دي مهمه قوي 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 وتكفيني، وليس له اصل صحيح عن اي من الصحابه الذين روي من طريقهم. معايا كده يا دكتور محمد؟
وانا لو طولت انا اختصر لك لان حاسس انك شويه كده يعني بتستعجل. الامام الدارقطني العلامه الكبير الاول يا دكتور محمد طبعا ذكر الاختلاف وحكى الاختلاف الواقع فيه كما في العلل جزء 6/5 ثم قال والحديث غير ثابت. والحديث ايه؟ غير ثابت. غير ثابت. ايضا ضعفه ابن الجوزي من احد طرقه. والحديث شوف بقى اللي ضعفوه اجيب لك من ضمنهم مين بقى؟ يعني شيوخ الاسلام. اول واحد قلت لك الدارقطني. ومن شيوخ الاسلام ابن الجوزي. ومن شيوخ الاسلام الامام الهيثمي. ومن شيوخ الاسلام الامام الذهبي. ومن شيوخ الاسلام الحافظ ابن حجر. كلهم ضعفوا. خلي بالك ولو عددته بعد ذلك أنا مش هنتهي ولا يكفيني وقت الحلقة. ركز يا دكتور محمد. المتن بقى أنا قلته اللي هو العبد الضعيف قوي اللي قدامك ده اللي اسمه الزغبي اللي ما فيش حاجة خالص ده قلته والمتن كذلك. إزاي يا دكتور محمد؟ أنا مش عملت عقلي قلت طيب من أقيمت عليه الحجة في البدع المكفرة ما أنتش قادر تكفر وانت عارف هنا الأمور نسبية وانت الساجر تقول أنه كافر خدت لحظك إزاي وأقيمت عليه الحجة. طيب هل ده برضو إلا لمشرك أو مشاحن إذا كنت أنت ما بتكفروش؟ هذه واحدة. النقطة الثانية يا دكتور محمد من أقيمت عليه الحجة وهو يفعل الشركيات زي ما عرضنا قبل كده اللي بيسجدوا للمشايخ بتاعه خدت بال حضرتك إزاي؟ هو المشرك يا دكتور جبناه بس خلي بال حضرتك أنا أوصل لك أهو لا ما أنا هوصل لك حتة مهمة جدا هوصل لك هنا ما بنحكمش عليه بأنه مشرك خلي بالك من النقطة دي او اللي بدعوهم من دون الله وقال لك الناس بيقولوا احنا بندعوهم من دون الله وعرضناها خلي بالك من الحته دي والذين يعتقدون ان الاولياء هم الذين يديرون الكون ويقومون المحاكم للانس والجن من الاموات خلي بالك حته انت بتقول الا لمشرك هنا بقول لك لا دول مش مشركين لانك بين قضيتين العذر بالجهل انت عارف ان الانسان حتى لو سجد لمخلوق من دون الله جل وعلا وكان باطنه يخالف ظاهره لا نحكم عليه بالكفر ما هوش مشرك شركه ليه فعله فعل شركة أكبر لكن لا أحكم عليه بذلك بالشرك ليه لأنه معظم قد يكون جاهلا طيب هنا أقيمت عليه الحجة بس هنختلف مع بعض السبب لأن الحجة لها شروط لا بد أن تكون كافية راقية شافية هادية لصدره ولا تقوم إلا من عالم هنا واحد ممكن يقول ليه قامت من فلان وهو عندي عالم وأنا أقول له لا ده عندي مش عالم ولا بعرف حاجة مع احترامي الأمور نسبية ماذا تقول في ذلك طب تعالى يا دكتور محمد همج الرافض اللي هم مع احترامي بقى انت عارف يعني بيكفروا الصحابة وأمهات المؤمنين وكده لك هم العوام طيب إذا كانوا بيتبعوا أسيادهم في ذلك إذا كانوا بيتبعوا المعممين في ذلك وبيكفروا الصحابة وبيكتوا وكده وكده ماذا تقول يبقى ما تقوليش بقى إلا حتى المتن كذا تعال بقى يا دكتور محمد إن كان معنا كم لحظة ما عادش معنا حاجة ده بخد لحظة واحدة صلاة البراءة المسمى المشهورة جدا اللي هي متراكعة في ليلة النصف من شعبان بنية طول عمره ساعة رزق بدعة النقطة الثانية صلاة 6 ركعات يا دكتور محمد بنية دفع البلاء وساعة الرزق وطول العمر والاستغناء عن الناس بدعة قراءة سورة ياسين والدعاء بتاع اسمه دعاء ليلة النصف من شعبان المشهور أو اللي بيتقال في المساجد يا دكتور محمد اللي هو بتاع اللهم يا ذا المن ها ولا يمن ايه عليك يا ذا الجلال والإكرام الأخير بدعة طيب في النهاية حكم صيام ليلة النصف من شعبان نهارها يعني نقول لم يرد في صومها شيء إلا إذا كانت بقى صدفة يوم اثنين أو خميس أو صيام غالب شعبان زي خلي بالك محمد دون ذلك يا ريت بقى باختصار الناس تركز على اللي احنا قلناه